هنا مشاهدينا الكرام نقف عند هذا الاستهداف من ضمن الاستهدافات المتتالية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في مدينة رفح. العشرات من الشهداء كانوا هم ضحية هذا العدوان. هذا المنزل الذي بخلفي تم قصفه بأكثر من صاروخ من طائرات الاحتلال. 8 شهداء من عائلة حسونة في خربة العدس شمالي رفح. نستمع إلى يعني شهود العيان وجيران هذا المنزل، وخاصة بأن منزله ملاصق لهذا المنزل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني احكي لي شو اللي صار بالضبط، خاصة كانت ليلة يعني موحشة وصعبة جدا. والله احنا كنا نايمين وسمعنا صوت الطيارات بتخبط، في تبادل اطلاق نار، وبعدين فجأة صار اطلاق دبابات، يعني زي طيران، قصدي الطيران قاعدوا يضربوا حزام ناري، اكثر 7 صواريخ. وبعد شوية فجأنا انه صار قصف البيت اللي جنبنا منظر حسونة، واستشهدوا 8، واحنا صار عندنا برضه ضرر كبير، وكنا نايمين امنين في بيوتنا، وطلعنا بعجوبة يعني، والحمد لله في صار عندنا اصابة واحدة بس، اما جيراننا كلهم استشهدوا الله يرحمهم. الله يرحمهم. ابو احمد، اشرت لي بان هذا، نشير بالكاميرا بان هذا المنزل الذي يجاور هذا المنزل في هذا الحاصل كان يأوي عدد من النازحين، وكانوا أيضا هم ضحايا هذا الاستهداف، منهم من الإصابات ومن الشهداء. خراب كبير في هذه المنطقة، بأن هذا المنزل أيضا مطل على شارع رئيسي، المنازل المجاورة لهذا المنزل أيضا تعرضت لمثل هذه الأضرار. يعني أبو أحمد، يعني بالفعل كان هناك يعني هذا الهجوم المفاجئ في الليل، جنانكم على مدار سنين طويلة بعد هذا الاستهداف، كيف كان يعني نفسية الأطفال لديكم؟ والله صار رعب عندنا وقصف كثير ورعب، والأطفال صار يعيطوا وصار عندهم فزع كبير، وصار عندنا إصابات برضه، وإحنا هذا أول ليلة نشهدها بالصعوبة هذه. كان في طخ كثير وإطلاق نار وأحزمة نارية، فكانت هذا أصعب ليلة من الليالي أجت عرفة، كل عام يستغرق تقريبا نص ساعة والقصف متواصل. هذا اللي صار بالضبط. تم انتشال الشهداء في الليل وهم عبارة عن أشلاء مقطعة، يعني تسارعتم بجولاتكم المحمولة بكشفات الإنارة، يعني محاولة لإنقاذ ما تبقى من هذا المنزل. حاولنا ننقذ حدا ما لقناش، لقنا كلهم مقطعين، أشلاء متناثرة، يعني في بعض من الأشلاء بعد 200 متر 300 متر من قوة القصف الإسرائيلي على هذا البيت. كان الله بعونكم، الحمد لله على سلامتكم. إذا يعني كما نشاهد هذا الخراب الكبير في هذه المنطقة، يعني كما واضح هذا الدمار وأثار القصف لهذا المنزل الذي استهدف، تزامن هذا القصف الجوي مع المدفعي بجانب هذا المنزل، عدة منازل تم استهدافها في ذات الوقت. لذا يعني سنقف عند هذه الجرائم الإسرائيلية واستمرار الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزلة.